شي عدو مسلم ووراها ويا اوكي قاربا قلدم قالت كو صحينا لكن اهل التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله بلي ليسوا كفار قال ما لكن ولا غدار عن ادي ولا قوسمانيا او كاي كسو دركي وحا لو ديري دو ولا هيا وحا ارك مساجد قار خروش كساريا بيد على ما كسار له اوكي وفتن سعنا شو بنظرك انا مسلم سني انا مسلم سني موحد الله سبحانه وتعالى شو بنظرك انا كافر ولا كيف كافر زنديق في نار جهنم وبئس المصير لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله كافر زنديق ملعون ابليس اشرف منك واطهر الله يهديك يا شيخ امير الله يهديك يا رب قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة وقام 1000 سنة وأعطى 1000 سنة وصام 1000 سنة وزكى 1000 سنة واعتكف في الجبال لا يفعل شيء إلا يعبد الله وجاء بغير ولايتك والبراء من أعدائك أبو بكر عمر عثمان عائشة والمقصرة أكبه الله على منخريه في نار جهنم لكن ولا غدار عن أدي ولا قصة مني وقوي قصة دركي وحا لو قدري دو ولا لهايا وحا ارك مساجد قار خروش كساريا بيد على ما كسار له اوكي وفتن لان الشهادتين لا تدخلانك الجنه دائما اقول هذا الكلام مستحيل تدخل الجنه وتجد فيها صاحب شهادتين يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقط لا بد من الشهاده الثالثه واشهد ان عليا ولي الله من دون علي ولي الله مستحيل الجنه تفتح بابها لاحد ما ممكن وإلا القرآن كله يكون باطل أعوذ بالله وكل رسالة الأنبياء باطلة وكل كلام النبي باطل أعوذ بالله أعوذ بالله الشهادة الثالثة صاحب الشهادة الثالثة هو صاحب الجنة شيء عدو مسلم ووراها ويا بالنسبة للمدرسة الشيعية الجواب هذا أقوله بتعبير الاصطلاح الحوزوي بضرس قاطع يعني أقطع فيما أقول لا يوجد عالم شيعي إثنى عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا نعم يختلفون ظاهرا أيضا بحكم الكفار وبحكم المسلمين بعضهم يقول حتى ظاهرا بحكم ماذا الكفار كصاحب الحدائق يقول محكومون بالكفر الدنيوي والنجاسة الدنيوية فهم في حكم الكلاب والخنازير هذا صاحب الحدائق ويصرح به وبعضهم والبعض الآخر اللي هو الرأي المشهور الآن كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي من أعلامنا كل فقهانا يقولون نحكم بإسلامهم الظاهري وإلا بحسب الباطن وبحسب الحشر الأخروي وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفره وهذا أقوله عن تتبع والذي يقول غير هذا هل يقنعني كلهم اختلفوا كلهم في القراءة اتفقوا كلهم في هذه القراءة اتفقوا في هذه القراءة اتفقوا لكن ولا قدر عن هذه ولا قصة مني وقوي قصة دركي إسلامي نعم. لا شك أن الإمام الخميني هو أفضل من بعض أنبياء بني إسرائيل إذا لم نقل أنه أنبياء لكن ولا قدر عن هذه ولا قصة مني وقوي قصة دركي وحا لو قدر دو ولا هيا وحا ارك مساجد قار خروش كساريا بيد على ما كسار له اوكي وفتن انجيل تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام تسال الناس يقول لي انت لما تقول الله اكبر وش تقصد قال اكبر من كل شيء واثق يعني اكبر من كل شيء تقول لي واثق قال الله هذا تقول لي هذا شرك اكبر من كل شيء شرك اي شرك خلينا نجيب روايتين في محضر الامام الصادق قال رجل عند الامام الصادق الله اكبر فالإمام امتحنه فقال أكبر من أي شيء الإمام يسأل فقال من كل شيء فقال الإمام حددته يعني جعلت حد
متى تقول هذا أكبر من هذا؟ يعني هذا كبير ينتهيني يبدأ الثاني، هذا أصغر هذا أكبر، ينتهي هذا يبدأ هذا، جعلت لك الواحد حد، لكن هذا أكبرهم. فمن يقول الله أكبر من كل شيء، جعل الله وجعل في قباله أشياء، وإذا انتهى الله يبدأ الأشياء، فحد الله ولكنه أكبر، يقول هذا الشرك. شيء عدو مسلم وراءها ويا. يا حسين أنت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة، يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة. من قالك عريسي انا شيعة عمارنا اروا بنت فدوي كذابين معي ابي سهيه اوصيك حريران نمان كان شيعة الاله اليهود واسكم ميت مركو اروا يهود بس مي مقعي سمعوها عبد الله ابن الصبا اليهودي شيعه وحويان وبنت اليهودية سكيرالية نمو حاجرة أهل بدعة أو خلافي صحابتي صحابتي يتابعين تبي خلافين هذا شيعة لو كان كسوقا مياني خلافين لكن هو رعيك تسيقوا إياه غيرتو سيقوا إياه قرآن أخرية هكيرين هو قرآن رواه وحي أخرية قرآن ما هذا قرآن صح أخرين أيوه أبو بكر يا عمر ميسر لعنذين عائشة يا مارة تفهمها حفصة يا طمرك النبي ما يعاين شو بقرنيس ما يعاين سو موجودين مالها قاركوت سنة تمركي للجوجبة نيروبي وحال يوشا غي نمشي عنده يسوي بعدان عيدو ذا يا وحي سوق ضيان ونن ونن بسوق ضيان يا عيسان عيسان عص وانا كو حي كوودر متقن ابو بكر وعمر بكوودر مد بلا سو غرينيا ابو بكر مكاسي بر لو دعيا بام كو سيدي بر لو سيدي بر لو و مد قال عمر سبحان الله عيسى انت بلا سو غرينيا عيسى انت حي كوودر متقن عيسى عص عايشه كوودر وحي كولين حمام بي سميسه مرك ان انو ارجم نووي دغخ سيدي لو ودا كو زي وايس باش رقاسه وحا لو ليهي اسكو مسلم باتين الله نن قالك عريسي أنا شيعة مارنا أروى بنت فدوي كذابين وي معي أبي سهيه أوصيك حريران نمان كان شيعة الإله اليهود واسكم ميت مركو أروى يهود بس مي مقعي سمعوها عبد الله ابن الصبا اليهودي شيعه وحويان وبنت اليهودية سكيرالية رافضة معيولي رازيان كم حي هذين أبو زرعي أبو حاتم والرافضة رفض الإسلام رافضة إسلام في بيديرين منك أبو بكر يا عمر يا عثمان كل تصبيح سنة يلعن الدولة مين أسكو ديننا يا شيخ أسكو دين مني أسكو يرى لي منكم مسألة إلهي يقول واتبع سبيل من أناب إلي أنت أنكو جدين إن شاء الله بارك الله فيكم.